السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفر والنظير، صلى الله عليه وعلى آله، وصبيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. أسأل الله أن يجعلنا من صالح أمتي ويحشرنا يوم القيامة من ذريتي. أرى علي أن أقدم كلمات الشكر والامتنان إلى رئيس الحفلة الموفق ومدير هذه الجامعة وجميع أساتذة وزملاء الصالحين. أما بعد، فيا أيها الإخوة بالله والسامعون الحضور، اعلموا أن صلاحة الرياض كان محل اهتمام الأنبياء عليهم السلام. لهذا كان خليل الله إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يرزقه ولدا صالحا، فيقول رب هب لي من الصالحين، ويقول زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا اهتمامهم من الأنبياء بشأن الأولاد قبل وجودهم. أما بعد، وجودهم فكانت تدمع جهودهم ويعظم اهتمامهم بتربيتهم وتدويهم نحو الخير، كما أنهم يذكرون على توجيه أصحابهم الآباء تربية أولادهم وتزويدهم بآداب إسلامية غصال حميدة. فهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يوجه أصحابه إلى ذلك، كما يرويه عنه علي رضي الله تعالى عنه أنه يقول: أدموا أولادكم على صلاة خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. أيها السامعون المكرمون، إن التربية السليمة والأخلاق القويمة ديامتان أساسيتان في بناء الأمم وإشارة الحضارات وتربية الأجيال الصاعدة التي تقيم المدنية والرقية وتوجد الحضارة والازدهار. ومن أجل إشادة دعائم المجتمع على أسس متينة كريمة، اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة التي تجعل منهم رجالا وأبطالا وتدفع بهم إلى المعالي وإلى محاسن الأمور. ولقد وجه النبي الكريم الآباء إلى تربية الأبناء والعناية بهم وتعويدهم على الفضائل ومكارم الأخلاق، وذلك بغرس بذور الإيمان في قلوبهم ورعاية جميع في شؤونهم. لأن الطفل إذا أهمل فسدت أخلاقه وتلوث اتباعه، بل أصبح شخصا غير محدث وغير نافعا في الحياة، بل أصبح جرثومة في المجتمع. وأول ما ينبغي على الوالد فعله أن يأمل طفله على طاعة الله ومحبته وتعظيم شعائر الدين، وأن يبلغ في نفسه حب الرسول العظيم وحبه. ينبغي أن يقدم حب الوالد والولد، لأنه سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولولاه لبقينا بالشقاء والضلال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
ومن علامات الإيمان أن يكون الله رسوله أحب إلى الإنسان من كل أحد في هذه الحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.